لا لا بيبي 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 أيوه فليكن سيقول حبيبي معلومة هذه لي أنا يعني لا للجميع لكن هذه أخص لك أنت. تمام. فليكن دائما هنالك كتاب جديد بجانب سريرك ينتظرك، ينتظر قراءتك له. فليكن دائما يعني شوف الكتاب اللي بجانب سريرك، ها لا تخليه كذا بس هو ينتظرك. قلت لك في عساف تعال قراني وتصفحني في كتاب اليوم جاي صفحني في كتاب اليوم اللي جاء من استاذ سعيد هذا تكفى اقسم بالله انه احسن كتاب صنعت النجوميه. اي والله هذا ان شاء الله باذن الله اني ببدأ به اليوم. الحال كل الجميع شو الحال كنت قران ابغى اقرا انا بيجي بتسمع ترى ما ياخذ معك حتى ترى اسمع ما اخذ معك ولا ساعه. ايه بس الله يهديك واضح انه اسلم بسيط لا تهجى اقرا على طول. طيب اقرا على طول اسمع اسمع يا اساف يا ممشي احمد ما اللي درس كل القطاع اسمع ذيب ذيب اسمع ذيب بس اسمع ذيب انت يوم يجون ينصحونك الناس صل على النبي يوم يجون ينصحونك الناس ها انا بعطيك كلمه يقول لا تصدق بعض النصائح التي تاتي بهذا الشكل فهي في الغالب تاتي من اجل كتابه عباره جميله وذكيه. لا اقرا زين فهي وش لا تصدق بعض النصائح التي تاتي لا تصدق خلوا بلا صدام خلني خلني اتكلم يلا يلا اقول لا تصدق اي بعض النصائح التي تاتيك بهذا الشكل فهي في الغالب تاتي من اجل كتابه عباره جميله وذكيه. يلا يا شباب المهم يا شباب انزل قرا ما عاد شيء انا بقرا انا اعلم هذه يبا هذه وش عندكم اسمع اسدعي خير والله يا دراك كلها ضايعه وانا اخوك ما شد حيلك ما عليه ما عليه انا بقرا سلطان استفيد مني سلطان حبيبي ما عليه ما عليه يقول اذا استهوتك قرا قرا كرة قدم اسمع اذا استوتك ايش اذا استوتك كره القدم ايوه فعليك بتشجيع الفريق الاول الفريق سوحت الكتاب خاف ربه اسمع هي عليك بتشجيع ايش هي الفرق بس انا جالس اسهلها لك الفرق ايش الفريق ذا والفريق ذا اقرا انت اقرا اقرا الفرق الايطاليه والاسبانيه يا سلام عليك والله لكن ما ابغى اسوي اعلان تسوي اعلان الطليان يقول اسمع الطليان يلعبون كانهم يدافعون عن اولادهم يدافعون عن اولادهم اسمع الطليان يلعبون يدافعون عن اولادهم ما كانوا يدافعون يدافعون عن اولادهم يدافعون اسهل لك والاسبان ابكر قلت الطليان الا الطليان صح الايطاليين طليان ولا الرخام والله العظيم انهم كاتبينها يا ولد والاسبان يلعبون كانهم يرقصون حبايبهم يقول شجع ريال مدريد قفل الكتاب الله يسلمك قفل الكتاب انا بس بضحك بس هي رساله هادي بس تجيبها طامة كانهم يرقصون والله اكسرها والله حطهم يرقصون اكسرها في ظهره فدا ولا يقرا يقرا تقوى والله اني احب اقرا تقوى ولا ذيب ذيب خليه يقرا ذيب خليه يقرا ذيب انا اشوف احد ما اخذها هم احطها على ظهره الله يقليك بركتها الله يقليك بركتها ها ابى لك كنت بعد كم كمل كمل وين وين اقرا وين ها هذه بتخلص هجرتها كسرها ورحت صلحتها لا تعطي لا لا تعطي وانا راح اسجل غلط 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 لا تعطي يا ابغى عصا ما هو شيء اقرا لا تعطي وانت مجبر وش قلت انا؟ بس خليني الحطها على ظهرك مجبرا وش قلت انا؟ مجبورا مجبورا انا عاد ابغاها وش سكون ذا وش هو؟ سكون ما شاء الله الله ما في سكون هذا لا هذا لا يمس عطاء لا يسمى عطاء بل يسمى اقرا 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 اسمع شيء يسميه والله يقول لا والله والله نادي روح نادي روح نادي اي هذا شيء هذا اقسم بالله يا اللغه هنا في وادي وانت في وادي يلا اسكم ما اقرا يا ريت يرجع دقيقه هذا اقرا وشو شو بالله اقرا ديب ديب خلاص اقرا ديب يشوف الصعبه يكبس هذا اقرا ايش 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 اقسم بالله روح نادي حسن تفضل
يقرا السهل السهل ما جاني السؤال قبل السؤال السؤال طيب هذا 11 ونص لا تنادي الناس بالاسماء او الالقاب التي يكرهونها يعني انا لا قصد يا محمد الصقري يعني انت حاطني مثال مثلا بقول محمد الصقري هذا بيسوي برنامج وداخل الضغط ويبي بالدقيقه الساعه 11 تمام ليش الناس تروح ما قصد في فقره البروفايل ان لم تمتلك الصوت الجميل بسرعه ترى ما عاد يهولك بسرعه اللي انت تترك صوت الجميل اللي يهولك ماذا يؤهلك هذا يبغى يضحك المهم تراضي عن نفسك كان ما لا 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 راضي انك صدقت كل شيء ضحكنا خلاص الحين سؤالي ما خليك انت اهم شيء يضحكوا انت راضي عن نفسك بوجود ما راضي يا راضي والله راضي ليه ماني راضي اللي هذه اللي قرالي طيب وساقول لك قراءة ثلاث كتب أنا عليها شدة ولو مرة واحدة أفضل أفضل ها شو لا هذا في عبارة ثانية لا تصدق بعض النصائح التي تأتي بهذا الشكل فهي في الغالب تأتي من أجل كتابة عبارة جميلة وذكية بإمكانك أن تشعر بصقيع موسكو وتشم ريحة زهور أمستردام وروائح شي كنت وروائح التوبل الهندي في بوم ارجع ارجع التوبل وروائح التوبل الهندية التوابل توب مكتوب توبل هنا يلا يعلك يا يجيب كلمات توابل توابل انه هو هذا التوابل جمع التوابل هذا كان التوبل اقرب مغرج اسلم اسلم معنا وتتجاذب لا لا التوابل الهندية ايش ها في بومباي 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 وتتجاذب اطراف الحديث مع حكيم صيني عاش في القرن الثاني قبل الميلاد بامكانك ان تفعل كل هذه الاشياء واكثر عبر شيء واحد هو القراءه سلام 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 اسال لك مدري الله يستر عليك الله اني ضحكت عليك يا شد الله نبه ما بحالنا جيتك الله يسلم جيتك بعد حي جاء صقرك يدف علي هذه صقري شو ثوبك نفداك ها ثوبك شو ثيمته طشر و والله احمد طلب عد الثوب بسالك سؤال سلام اولادك ايه ايه يا ذيب ذيب انت تقول احمد شغل ذيب 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 وين جيت انت يسال سؤال صريح ويجاوب عليه بصراحه شكرا سؤال اللي انت عارف احمد ال سالم اللي انت عارف وش احمد ال سالم سلام من ترى هو ارجع عندنا اسمع هذا محمد احمد ال سالم اعدها اعدها ايوه اعطني خلص السؤال الحين اسلم احمد ال سالم من هو من ترى انه القائد الحقيقي خلاص في المنتجع كل القائد نفسه القائد الحقيقي كل القائد نفسه يعني السامي الجعوني مو قائد السامي الجعوني قائد قناه وليس قائد متسابقين قائد بمشي اجمل قائد متسابقين شو متسابقين جاد وينه انا قائد هو ما هو بقائد جاء في هو رئيس وليس قائد القائد العلي في صاحب القناة نعم فيه والله قائد الثاني سامي الجعوني الله يطول في عمره قائد القائد هنا قائد الدولة الملك سلمان العلي طوله في عمره قائد القناة قصدي القناة قائدها سامي الجعوني الله يطول فيه اي هذا الله يطول عمره جاوب والله يوفقنا وياه والله ينزل محبتي في قلبه ذيب اسأل يا ذيب اسأله سؤال جالس يرم الحين اسأله سؤال يا ذيب بس اسئلة صدق اسئلة كويسة كنا مسألة الزمن اللي كنا هي هل انت راضي عن سكسوكة؟ طالما انك راضي عن دائري الشرق اللي في وجهك انا راضي يا اخي وما غلط عليك انت راضي اني اسألك ولا لا؟ لا سؤالك يا ابو لا كمل معك لا يقول علاج الجاهل تجاهل اسلم لا كمل هذه القراءة هذه اخذتها في ثواني يا رب زين خلي كمل سؤال ما سبكوا ما اسالك يا اخي بس سؤالك هي يلا جاوبكم صراحه زين يلا نعم نعم خليه يسال راضي نعم ليه ما قلت من البدايه طيب خلاص انتهى يلا سؤالك بسكتك اسلم يلا راضي على ادائك في البرنامج بشكل عام ولا بشكل خاص؟ بشكل خاص والشكل العام ايوه تفضل بشكل عام على الجميع والشكل الخاص يخصني الحمد لله على العافيه اللي تبغاه اختار اللي تبغاه ما كنت ادور لها اما انت ابو زيد يا رجال حطيت اصبع صغير عند يدي
طيب إيه هذه خلقة الله، مالك صلاح في السؤال هذا، انا اتكلم على السؤال هذا، جاوب عند الحين. اسلم لا 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 اسال يا سلطان خلاص. انا ما ابغى جواب. انا ايش قلت؟ لا لا هاي شيل شيل يا منظف منظف شيل. والله ما عندك ما احمد السالم جعلك احمد السالم تضيع ذا الثوب. احمد السالم يا ولد والله اليوم احمد السالم يلا 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 يا احمد السالم. شو هيدا شو هيدا على احد المراكز الثلاثه. هل تتوقع انك راح باذن الله المركز الثاني؟ ما تسمع ها؟ ما تسمع قصدي البرايم الثاني. تكفون يا الربع اللي تسمعونا حطوني عشان اقهر بس بردها لكم بس ما اقهر لي باخذها وردها لهم. اظن زي الله تسلم احمد السالم. السلام. هل تتوقع انك فارس الجمهور؟ فارس ايش؟ فارس النجم الجماهيري. كلنا 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 فرسان. لا الفائز بلقب النجم الجماهيري كلنا فرسان. جاوب نعم. ما في لا ما ادري على طول نعم 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 بالله. اسال يا ذيب اسال يا ذيب. بعدين اعطيهم العافيه. اسم فزع اسال. خل عينك في عينك. سم خل عينك في عينك. تحديك تضحك تحديك ما تضحك اذا عندك ما تضحك. يلا بس ارمش عادي. اي ارمش. ها لا كم ثانيه عشان احسب وين يجيك السؤال؟ ها وين يجيك السؤال؟ وجه الله لا لا اعطي كم ثانيه عشان اقراك بس. يا ابجد وش فضل النخله عليك؟ خذ السؤال. والله النخله يا ابو فزاع جعلك تسلم ومن يسمع جد ايه ما اضافت شيء. ها ما اضافت شيء. قال جدها فرصه قبل ما يكفش دقائق. والله جحيد من البدايه. ها جحيد سريع ما عرفوا ما عرفوك الناس الا من احمد السالم. ما اضافت شيء. هل اضافت لك الشيء ايش كيف عرفوك الناس؟ اي المفروض تشكر. يا اخوي هو يوجه السؤال. خليه انا اجاوب عنك. ما انت بتسالني. مدحناك اول يوم صدقت. قم 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 قم. من يكسب من يكسب. خلاص سالوا جواب. اقول ايش فضل النخله عليك؟ ما اضافت شيء ولكن تبقى النخله صل على النبي. تبقى تسامه منتوج جميل. منتوج النخله. النخله وش يجيب؟ يقول ليتني مثلا النخله ما يجيب الا تمر. يجيب من ماليه مثلك متعلقين. ما يزعل علي فلان ولا فلان. النخله ما يجيب الا تمر. داير بس اقول هل لها فضل عليك؟ لحد الان؟ من اي ناحيه؟ الف يدور السؤال. اصبر اصبر. لا لا نور نور عليك عليك وجرى ما تقاطع السؤال. خلاص هل لها فضل عليك؟ النخله والله شوف من اي ناحيه؟ عطني ايه لا. لا جاوب. اجي كيف عرفك الجمهور؟ ب صل على النبي. لا لا وش ودي تحول السؤال. اقول هذه يا اخوي لها فضل عليك؟ لا ما جت يا اخوي الا عقبها. وش هي؟ ما جت يا اخوي الا عقب النخله. طيب انا بسالك سؤال. يوم كان النخله وانت تقول يا اخوي ليتني مثل النخل. طيب يا اخوي انطلق صوت حلو. خل 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 احنا نسمع صوتك. عليك وجه الله يا ابو. خلص والله انا اسمعك ليه بكره. سالم سؤال بس ما قلت له السؤال بجاوب. كم الساعه؟ شوف الساعة الحين راح ينشبك الساعة ان شاء الله ونص ونص وخمس ونص وخمس. كم الساعة؟ يا هاي هذه حقت ها لا تشغلون خربان. ديب يا رجال بسأل سؤال. مسلم انا جاوبت عليك ترى بس ما جبت جواب يعني. تبغاني اقول لك انا احد تسوي انها خطا اقول لك ايه؟ لا هاج شو تبغاني اقول؟ اقول كيف عرفت الجواب؟ خلاص بقول الله سبحانه سخره وعرفني وعرف احمد. جاوب يا احمد. جاوبت يا رجل. خليني بنشدك انا انا بنشدك. شو السؤال ثالث؟ ابنشدك انا اذا اسمح لي. السؤال ليش تسلكت الشجرة؟ هي السؤال نفسه. لا لا هو يقول لها فضل عليك بعد الله. هي بس انا اقول لا انا اقول ليش تسلكت؟ ليش طاقة ايوه بجاوب بجاوب هذا السؤال الحاد. الله يبارك فيك. ليش جات تسلكت النخلة؟ النخلة الاوله الاوله ما عندك لا شغلة ولا ما شغلة. الاوله لياقة. الثانية ابتسامة موهبة نخل. احب النخل. الثالثة ارسم ابتسامة في وجه مهبل اللي معي في البرنامج. الوضع مزح. اسلم اسلم. يلا ما في اي مشكلة تكفى بكرة. يلا عوافي. لا الضيف الضيف حق علي. والله انا لدي نظام. اب اب تعال 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 تعال. حقك علي الضيف. وان شاء الله بكره باذن الله. رجع رجع الكلام. خبرني ما راح يزعل. خلف الله على البرنامج. رجع. بسم الله كفي. رجع هذا. هذا مو علي. هذا هو. رجع ذي هنا. هي هذه هنا عندك. وزيد روح عشان اخذ معك لقاء. ها؟
ما وصلنك بالعلبة، حسست ان قادة بيرفعني ونزلني الحين. هلو ذي بحط معاي لقاء. صلى على النبي. سرع ضمعنا وقت، بينتهي الوقت والله. لازم تفلسف. انا وجودي في برنامج حياتك. اصنع الابتسامة في وجه الاخرين. كيف؟ اما ابتسمت وانت في غيركم يبتسم. انت طيب كيف؟ كيف؟ قلت لي كيف؟ انخلع. واحدة قلت لها هبول. حتى انت ترى وانت ترى احد يقول عنكم هبول. قول له يلا. حق. وانا وشايفين قلم هبول؟ على الله سبحانه. كيف على الله؟ على الله سبحانه. يقول له سبحان الله. تقول على الله. صل على النبي، صل على النبي. هو رجل سألني بيجيك السؤال الثالث. تقول انت ايش؟ دقيقة. جاوب على الله. والله انا جاوب يا اخوي، الرجل يسأل. الرجل يسأل. الرجل يسأل. دقيقة. اول شيء قول له يلا حق. انت روح هناك عشان اقدر اقابلك. قول له روح. احمد سالم. اسلم. عيد السؤال. لا وضوح سؤالك. بالنسبة لوجودي في هذا البرنامج. شنو هاي؟ شنو هاي؟ يسمكر حلقه. اذا غدغني حلقه اقسم بالله. طيب حرك كذا الاسنان كذا. والله اني ودي احرك لكن استحيت. بذمتك ما اجيك الحاله ذي. قويه ها؟ كمل. قويه. كمل هذا. كمل سؤال. اول شيء انظر وادلع. صل على النبي. انا وجودي في هذا البرنامج على كل حال. بدنا نقدم رسالة جميلة. صلى على النبي. كان أنا الشيء اللي جابك يا سلطان القحطاني جابني. وش اللي جابني؟ ها؟ إيش اللي جابني؟ تبغى تظهر في ذا الحياة؟ مظهري يشرف ويجمل. إيش اللي جابني في برنامج حياتك؟ تبغى تهايط وتضاير. والله ونعم أبو علي، والله ونعم. أسلم يا أبو علي. هل تملك؟ أخص أسامة. اللي يملك سلطان القحطاني ما عنده اي مهاره الا مهاره الصياح، يشحط بصوته ثمانيه. وين الكاميرا؟ هل تملك الخامه هذه؟ حبيبي وش هي؟ خامه الصوت؟ يعني ما املكها. وش هي؟ تطلع عيونه. طيب اسلم اسلم. لا انت الحين دقيقه ترى اخر ذيبان مبارك. هل هذه الخامة ولا تسلق النخل؟ وجهة نظري ذي بنت نسمعها. هلا يقول اشحط صوتي ولا اطلع نخلة. ولا نطلع نخلة. في ذمتك تجاوب صح. في ذمتك تجاوب صح. بس شايفين حقزام عندك حن. لا. في ذمتك تجاوب. يقول انت الحين انا بخليك في حاجتين. تشحط بصوتك يصدع راسك ولا تطلع نخلة. شان صوتي انا اسلم. لا في ذمتك جاوب صح. عليك وجه. ما تجاوب حبيبي. الله يطول عمرك. هم اللي خيروك يا ذيب. قالوا يا ذيب عندك حاجتين. اما انك تشحط بصوتك لين يعورك راسك لين تاذن ولا تطلع النخله. ايش تختار من الاثنين؟ صلوا على النبي. صلوا على يا اخوي. يا ولد انت غني صوت صحيح على فن ولا ها؟ على فن وصوت ابداع. الا انه يجي فن غصب. ها؟ ايوه ايوه. دقيقة بس النوار اذا جاء سؤال اسال. لو سمحت. ها حقني انا باعك يا اخي. ما حد طلبك يا اخي. انت تدري عمرك. خليني بجيك الحين. يلا اسلم. انا احكي لك. انا سالتك هل فن ولا مو فن؟ ولا مرة سياح كذا يباعك. لا بس يعني في مجال الانشاد يعني. جميل. شحطة صوت يعني يطلع على المقطع. ما هو لا تعدى اللي هو جواب الجواب. هذا ابداع. ها؟ ترضاها؟ انت الكلام. يقول هو وتسلق النخل شيء طيب. انت الكلام. بيض الله وجهك. انت الحين انت من تقصد انت؟ لا الحين في اسئله. طيب انا عندي طال عمرك. حلو اسال. الله يطول عمرك. انا عندي سؤال مكون من بسم الله عليك. مكون من اجابتين او من شقين. لماذا ترك ابوك الوظيفه في سنه كم؟ لا لا. اي زين. سلام. الاول اعطونا سلاح. هل هل انت منشد؟ والله بالحلال نقول ان شاء الله. بسرعه ان شاء الله. نعم. تفتخر؟ افتخر بقوه. ومقتنع في صوتك؟ نعم. نبغاك تسمعنا. يا سلام. طيب الحين وصلت. ممكن تحذف اجابه يا اخوي. لا دقيقه. خلي في خيارات ترى. انا بجيب العيد يا اخوي. بسرعه. اه ويلاه يا وجدي على الصاحب اللي
ما تمن قبل لا يهنا بغاية شبابه ما تمن قبل ما يهنا بغاية شبابه خلاص طيب الشق الثاني أسلم هل عندك الجراءة الليلة هل عندك الجراءة الليلة أن تطلع في الكوفيشن روم أحسنت هذا سؤالي كنت أتمنى أحسنت أنا إنسان ما أروح يقول من راح بدون دعوة جالس بدون فراش صح إن جاتني وجهتني دعوة شخصية يا أحمد آل سالم طيب الروح وراسي مرتفع وانا ادري ايش راح طيب جاك كلام جاك عتب ذاك الليل ولا طلعت يقول لك علاج الجهل التجاهل لا يقول علاج الجهل والحقران يقطع نصران والله قوي الا انه يقنعني خلاص لا اطلع عندي جراء اطلع اليوم والله يعني ان شاء الله علاج الجهل خلاص خلاص بدور الدائره ننتظرها الليلة بإذن الله دوري متى يجي وجه سؤالك يا هيثم الأحمد أنسالم ترى فقرة حصرية شو فقرة سؤالك الأحمد فقرة حصرية طيب بسألة أنا سؤالي لأحمد السالم يا ربي يا أخي تحت شو حبيبي السالم بعد 16 يوم من مشاركتك في البرنامج أنا شفت أنك رسمت البسمة على كثير من المتسابقين وكثير من المتسابقين يأنس ويحب الجلسة معك ولكن السؤال الأهم قل له يلا حبيبي لا عادي تنازل الجواب بدي خبر سؤال بشو تنازل عادي لا بسأل أنا فوجه لا لا بسأل حبيبي حبيبي أخوي اسمع لا صدق إن خلال 17 يوم تشوف إنك أنت قدمت كل شيء عندك خلاص لا والله متجه للبرايم لا قل له يلا لا إله إلا الله خفت من البرايم صح لا لا صل على النبي صل على النبي صل على النبي أولا أنا لحد الآن ما قدمت شيء 17 يوم بس قول بس قول لا يلا ولا مشكله يا اخوي وش 17 يوم ما قدمت دخلت مع كائنات قريبه عجيبه مثل مثل اولا اصطدامي مع الاشخاص مثل عطني اسماء تركي الموسى الله يطول عمره وش اصطدمت فيه معه كذا احس انه غثيث فعلا لا والله مجال وانت غثيث حبيبي مجال بيعك يا قلبي مجار خلاني موتك اي والله يا قول مجار قول مجار 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 إيه كلامكم زين إيه. اسمع والله بيعنش يا بيعنش وانا ما بكذا يا اخي اسمع اما البرايم انا شوف انا 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 بسألكم سؤال جماعه مستعد لك البرايم والله اني مستعد له اني بمشي بيديني ورجولي كلها تركي قبل شيء يقول انا راح اخذ المركز الثاني فارس الجمهور بس هو تحداني قال قلت انا لا اسمها فقره واحده لا هذه مركز ثاني وفارس الجمهور مختلفه يعني لا 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 هو سالني سؤال قال انت تتوقع تكون فارس الجمهور قلت بتوفيق الله عز وجل ان شاء الله يا الله يا كريم هذاك حد قال ايه قلت ايوه قل ثقه حبيبي حبيبي الله يطول عمرك ذيب سالني قال انت اي مراكز راح لها انت اي مراكز راح تكون فيها قلت يمكن الاول راح يتنازل عنه الثاني تنازل عن مين اللي يستحقه مثل يعني انت ما تستحقه تركي موسى يعني انت ما تستحق المركز الاول تواضع لا انت ما تستحق لا شو انت قلت بتنازل عنه اللي يستحقه حتى كاتب عندي في الـ في الـ في شو اسمه مذكره لا انا افتخشمك في الجوال البايو البايو في الانستغرام من تواضع لا رفعه وهذه هذا شعاري بالحياه كتبته قبل البرنامج ولا في البرنامج لا والله انا قبل البرنامج بسنه ولا سنتين وفي البرنامج ايش كتبت من تواضع لا رفعه كتبتها في البرنامج متواضع لله رفع كويس يعني معك جوال وكتبت متواضع لله رفع بإذن الله الله يشفيك يسلمك حبيبي حبيبي طيب السؤال عندك يا ابراهيم لا ابراهيم طيب ابراهيم اسال يلا ابراهيم احمد السالم حبيبي حبيبي الله يطول عمرك جميل جدا هذا السؤال انت هو جالس طالع من فوق لتحت خلي السؤال في الفيس بس تسال عن الزبريات ولا شيء لا لا موضوع كويس ها تناسق حبيبي ابراهيم حبيبي الله يطول عمرك هذا الشخص اقسم بالله اني من الاشخاص اللي حبيتهم كذبت الله يسعدك بعد السؤال حرصت الله يطول عمرك طيب السؤال يا بعد اسلم اسلم خليه يسال يا احمد عشان اسمع لك مجال غير الانشاد اشوف نفسي باذن الله تسلق النخل في تسلق النخل طيب اضيف على سؤال اخوي تركي قال انك 16 يوم و 17 يوم انت تقول انك ما قدمت شيء طيب هل تتوقع انك انت قلت انك المركز الاول او الثاني توقعاتك يعني صدق جدا عاليه انا وبنفس الوقت انك تبي تنافس على ايش صوت الجمهور او من ايش اللي نجم الجمهور فارس الجمهور فارس الجمهور هذه كلها اشياء يعني اشوف انها قويه فانت يعني عندك يعني انا ما يبكو يعني ولا ايش خلينا نكمل كمل عندك مبادره انت فيسك معصب يا اخوي ابتسم
ايوه عندك مبادره قويه انك تكون بالشيء هذا، ولكن احنا خلال 17 يوم ما شفنا احمد السالم قدم الشيء اللي يرضي ان يكون الاول او الثاني او انك تكون فارس الجمهور. هل توعدنا يعني ممكن اول ابراهيم يكون انت؟ اولا ان اجاوبك على السؤال يا حبيبي ابراهيم، شكرا على هذا السؤال الصريح. الاول باذن الله فارس الجمهور نتمنى ذلك. انا قلت مراكز الاولى فين؟ مراكز الاولى فين في البرنامج؟ ما ادري وين. انا باذن الله راح اظهر في المركز الاول او الثاني بعد ما احتك معك واخويك باذن الله. حبيب راسي، لا والله هذا شرف كبير لي والله كلامك هذا يعني تراي الله يسعدك. رفعني كثير وسلكني كثير. ما يحتاج لاني انا بحط كفك في كفي بروح سوى ابراهيم الله يطول عمره. عادي انا ما بس انت طويل لكن احاول بجيك في ابراهيم. لكن اسمع خليه يروح قبلك. خليك في الطاوله قدامي بس وانا قدامك هنا. وعلى يسار سلطان العلياني وسلطان القحطاني وعلى يسار. ان شاء الله اني مت ابراهيم. طيب 17 يوم 17 يوم وانت داخل هنا منشد صح؟ ايه منشد. ما شفنا لفته الانتباه عليك. ما شفنا فوق النخل؟ بس رقع فوق النخل ينشد. بس انخلى يعني معقوله 17 يوم؟ انا هو زعلان لان الشخص هذا انخلى ما تسلكت به. شوف الله يرد. اصبر جت كويسه. اسمع ترقب قريبا يا ابراهيم. اقول يعني في شيء جديد. كتابي ضاع ولكن كل ما اشوف وجهك احس اني اقرا كتاب قصائدي. الله يطول عمرك. طيب تميل للقصائد كذا التسجيل تكتب. تميل للقصائد انت والشعر؟ اميل لا قاعد احفظ. طيب ليش ما تسوي قصيده لك وتلحنها انت؟ في قصائد اعمال لي في اليوتيوب ما شاء الله عليك. ايه ليش ما تعطيني اياها؟ احمد ازان ليش ما تعطيني اياها؟ الصوت مفحوح وان غنيت يمكن يبيح. احمد ازان الله يبقى. طيب راضي؟ اوه خطرت. لا لا معلش يا حبيبي. لا 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 انوار كان طالب السؤال. لو سمحت لا تطمر. انوار من عنوز الزمن. اسلم تركي. الساعة خربانة وهي هدية من عند المحسن. والله ما هي خربانة انها سليمة. دقيقة والله انها سليمة. كم؟ ها قول لا اله الا الله. بالنسبة للساعة صلى على النبي. قول لا اله الا الله. لا والله جاوبك الساعة. 11 ونص. قول لا اله الا الله. والله يا الساعة ما اعرف لها. كم؟ صلى على النبي. 11 ونص. 11 ونص. والله يا الساعة ما اعرف لها ولكن اجبرني ومن طيب راسه هداني اياها محسن من دقله وقلت ابشر بها. البسها حتى لو ما اعرفها. شلون ما تعرفها؟ الساعة شغالة يا حبيبي. بس ما اعرفها يا اخوي ارقام بس. يعني انا ظلم محسن قبل شيء انه اعطاه ساعة خربانة. غالية صح؟ غالية الساعة. والله لا غالية مرة. ما قد لبستها. لا لا محسن اعطانيها والله. اقصد يعني ما قد لبست الساعات. لا لا ما لبست الساعات. الغالي يستاهل الله يطول عمرك. بعد ايش الله يجزاك خير؟ من التفتي ولا الاسئلة. لا اسئلة غير والله. وين يا ابو هزاع؟ ابو هزاع. اسلم يا ابو حاكم. بتتحاكم مع من؟ اقول يا زين تحاشي. بدوري واحدة حاكيها والله تحرش انا وياها. زين تركي قبل شوي قاعد يكلمك يقول ناصر. انت قلت انت المركز الاول. ماني مستحق اعطي واحد ثاني ابرك منه. لا ما قلت ابرك منه. لا قلت يستاهل. لهالدرجه. لا خلاص عليك. هي من هنا لين بكره نفس الوقت. لا لا انا الثقه ما هي مربوطه بالاول والثاني. لا لا الثقه اول شيء. اسمع لا انا قلت انا هو ما في بركه. احمد سالم. اول شيء سؤال غبي لكن بجاوب عليه. يلا يلا. بالنسبه اسمع اسمع اسلم يا ابو. اتمنى الله لا يسفك. انت لا 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 اتمنى منك. دي عيال دقيقة واحد الكلام. اتمنى منك ان تعطيني رواية يعني كذا سالفة من الكيس باتقان. يلا من الكيس. نعم قطر شيء الله يسفانا. اتمنى ان اتمنى ان تعطيني قصة من الكيس. اي كيس؟ سوالي تحس انها واقعية وحصلت لك. والله قاعدين نضحك. تفضل. اولا والله انت تبغى قصة حزينة ولا قصة اللي تبغى؟ لا قصة ضحك. ايوه خلو خلو. انت مستشفى انت؟ اول شيء الحمد لله على سلامتك يا ابو ناصر. لا كنت بتقول شيء ثاني. والله ولا فيها كلام منك فيها. سريع. ايوه حلو والله. والله ابشرك. الو مسعد يا حلام يا